الله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقلنا إن الآية صدرت بقول الحق تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم، وبعد ذلك جاء في الآية أمور منهي عنها، وهذه الأمور المنهي عنها تنسجم مع ما حرم الله. ولكن الإشكال أن يجيء أمر وجوبي، يعني أمر لا امتناع فيه، لأن النهي كف عن الفعل والأمر إتيان للفعل، فإذا كان ما حرم الله يتناسب مع النهي فلا يتناسب في ظاهر الأمر مع الأمر، وإلا فقول الحق وبالوالدين إحسانا كيف نفسرها مع التحريم؟ قلنا إن الحق سبحانه وتعالى له أوامر وله نواهي، وكل أمر بشيء يلزم النهي عن مقابله، وكل نهي عن شيء يلزمه الأمر بمقابله. إذن فتستطيع أنك أنت تجعل المسألة كلها نواهي محرمة، وتستطيع أن تجعلها كلها أوامر موجبة. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ختم الخمس أشياء اللي ذكرها في الآية الأولى دي ذلكم وصاكم به، وكلمة وصاكم به أزيد من شرع، لأن شرع تأتي بكل التشريعات، ولكن وصاكم به تأتي لعيون التشريعات وأصولها. ولذلك تجد هذه الأوامر متفق عليها في جميع الرسالات وفي جميع الأديان، ولذلك يسمونها الوصايا العشر، الوصايا العشر. وصاكم به لعلكم تعقلون. شبا كلمة ذلكم وصاكم بها كان الأصول، لأنها خمس أشياء مرة، أي ألا تشركوا به شيء وبالوالدين إحسان ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالإيه الحق، فكان يجب ذلكم وصاكم بها، إنما قال وصاكم به، فكأن أوامر الله ونواهيه أمر واحد متلازم كلها تتمثل في التزم ما أمر الله به واجتنب ما نهى الله، شيء واحد. نعم. وقوله لعلكم تعقلون، فكأن العقل لو خلي ليبحث هذه الأشياء بحث مستقل عن منهج السماء لوجد أن ضرورة العيش على الأرض تتطلب وجود هذه الأشياء، لازم كده، مال كيف نعصم من أهوائنا المتضاربة مع بعض؟ من الذي يعصمها؟ لابد أن يكون إلى واحد، علشان ما يتبعش كل واحد منا هواه. وبعد ذلك الأصل في الإنسان الأب والأم، يبقى لازم دولي، ولذلك وصى بالأصل فيه بالوالدين إحسانا، ووصى لنا ما نقتلش الفرد، يبقى استبقاء الحياة جاي منين اهو، امتداداته الأصل والإيه والفرد. وبعد ذلك لابد أن تكون الحياة نظيفة طاهرة، بحيث تكون الأفراد جميعها لا تشوبها شائبة الدنس أبدا، ولا يتأتى ذلك إلا إذا تركنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأننا نلاحظ أن كل الأبناء اللي بيبقوا غير شرعيين بيهملوا. فالحق سبحانه وتعالى يريد طهارة الأنسال في الحياة حتى يتحمل كل واحد قطاع النفس، ويبقى محسوب عليه أمام المجتمع، وما دام محسوب عليه امام المجتمع يبقى لازم يخليه حافظ عليه، انما اللي يبقى مهمل كده لقيته مهمل خلاص يبقى ما بتعرفش. ولا تقتلوا النفس، لان هي دي اصل استبقاء الحياه، اصل ايه استبقاء الحياه. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون،
ثم جاء بعد ذلك في الآية التي بعدها ليكمل الوصايا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. اليتيم احنا نعلم انه من فقد اباه ولم يبلغ مبلغ الرجال، هذا في الانسان. اليتيم في الحيوانات كنا نقول عليه يتيم من فقد امه، يبقى اليتيم في الانسان من فقد اباه، ولكن اليتيم في الحيوانات من فقد ايه؟ من فقد امه. طيب، ولا تقربوا مال اليتيم، فكأنه افترض ان اليتيم عنده ايه؟ مال. وقوله لا تقربوا مال اليتيم مش ما تاكلوش مال اليتيم، لا تقترب منه ولو بالخاطر ولو بالتفكير ولو، ابعد عن المسألة دي. طب اذا كان قال لا تقربوا مال اليتيم، يبقى كانت الامر كده على اطلاقه، يعني نسيب اليتيم يمال يتصرف ازاي؟ قال لك الا بالتي هي احسن. الا بالتي، والتي هي احسن ايه؟ ان نسمر له مالا تسميرا يسع عيشه ويبقي له الاصل وزياده. ولذلك يقول ايه؟ وارزقوهم ما قالش منها، لانني ما اخدش مال اليتيم، اخذوا مال اليتيم واضعه وبعدين كل شهر اديله منه حكايه على ما يبلغ المساله، كل المال نقص ولا رأى ولا لا. قال لك ايه؟ ما قالش ارزقوهم منها، ارزقوهم فيها، يعني رزق ناشئ منها، يعني المال بتاعهم ظرفية للرزق. فيبقى هذا لا يتأتى الا بان تسمرها له، ولاجل ان لا نحرم الوصايا على اليتيم لرعاية ماله من اصحاب الكفاءات في ادارة الاعمال والامناء. قد يوجد كفء في إدارة عمل وأمين فيه، إنما حاله لا ينهض بأن يتحمل حياته وحياة إدارة اليتيم. قال إيه عشان نعمل إيه بقى؟ نعمل إيه؟ قال في دي إيه؟ قال إيه؟ إن كنتم بقى يعني أغنى، من كان غنيا فليستعفف ويهب تلك الرعاية لله. حين يهب تلك الرعاية لله، إن عملها واحد مع اليتيم يضمن أنه إن وجد في ذريته إلى يوم القيامة يتيم فسيجد من يعوله حسبة لله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وحينما يجد اليتيم من يرعاه، وكل الناس كده يشوف يتيم مرعي من أناس أمناء قادرين على إدارة الأمم، مسألة جزع الإنسان من أن يموت ويترك صغار تذهب من نفسه، لأنه وجد اليتيم مرعي. إما الإيه اللي بيخلي الناس تخاف من الموت ويبقى عندهم عيال صغار؟ إنه بيشوف اليتيم مهين. إنما لو أنه وجد اليتيم مكرما وبدل أن يفقد أباه وجد آباء من الأمة الإسلامية متعددين، يقوم يبقى إن جاله الموت يبقى مطمن على إنه يرعى. ومع ذلك يقول لك ما تعملش دي من المجتمع، اعملها في نفسك أنت. ولا إن كنت عايز اليتيم أنت تبقى كويس وأولادك تطمئن عليهم لما اعمل أنت الإيه؟ بر باليتيم ده وارعاه، ومش عارف ربنا يرزقك إيه؟ يرزقهم. ولذلك احنا كنا قصصنا ان معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه في اخر حياته قعدوا كده يتسامرون، فمعاوية يقول لعمر بن العاص: ماذا بقي لك يا امير المؤمنين من متع الدنيا؟ بقى خليفة كبير وبقى مش عارف ايه. قال له: بقي لي من متع الدنيا شربة ماء بارد في يوم صائف، يعني حر، تحت ظل شجرة. ايه مسألة بسيطة، او دي كل واحد واخدها ولا لا؟ فكأن بعد أباة الخلافة دي وأباة الملوك هي دي اللي بقيت له، دي متعة الدنيا دي. قالها ليه؟
عشان ما ناخدش منه ان هو مثلا خد في خلافة وعمل مش عارف ايه. بقول لك ان المتعة اللي انا بقول عليها في الدنيا دي يستطيع كل واحد ان ينالها. وانت يا عمرو ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ قال بقي لي من متع الدنيا عين خرارة، يعني عين بتجيب مية في ارض خوارة فيها بقر عمال تدر علي حياتي ولولدي بعد مماتي. طيب كان الخادم الذي يقوم على خدمتهم يعني يقدم لهم مية يشربوا ويعملوا اسمه وردان. فاراد معاوية رضي الله عنه ان يداعب وردان الخادم، فقال له وانت يا وردان ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ قال يا امير المؤمنين بقي لي من متع الدنيا صنيعة معروف اضعها في اعناق قوم كرام لا يؤدونها الي حياتي حتى تكون لعقبي في عقبهم. يبقى اذا لما نلاقي اليتيم مرح الجانب يعمل ايه؟ يخلي الناس لا تضيق زرعا بقدر الله في خلقه ان يموت ويترك اولاد. واحنا ضربنا جبنا مرة المثل في سورة الكهف بين العبد الصالح وسيدنا موسى. ايه اللي حصل لما مروا على قرية؟ حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما، استطعما كلمة استطعما دي تدل على صدق السؤال، لانه لما اقولك اديني فلوس يمكن عايز يكنز ويحوش، انما بقولك اديني اكل في 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 بعد حاجة بعد كده، واصدق حاجة هي الاكل. لما يجي واحد يقولك اديني رغيف عيش ولا ما، يبقى معناها ايه؟ حاجة ملحة ما فيش فيها صدق الحاجة. ومع انهما استطعما اهل القرية ابى اهل القرية ان يضيفهما، تبقى معناها انها قرية ايه دي شكلها؟ قرية لئيمة. فلما وجد العبد الصالح ردهم عليه امتناعهم عن انهم يطعموهم، وجد جدارا، وجد بفراسته كده ان الجدار ايه يريد ان ينقض، كأن الجدار له ارادة، يعني الجدار عايز كده من مزاجه انه يقع، الجدار يريد ان ينقض. شوف الارادة للجماد، ربنا بيخاطب الناس يريد ان ينقض، فماذا صنع؟ فاقام الجدار وبناه ووضبه. من الذي لامه؟ سيدنا موسى. ليه؟ موسى كلام منطقي، استطعمناهم فلم يطعمونا، تقوم ترد عليهم بانك تبني لهم الجدار، كان يجب انك تاخذ عليهم اجره، ده دول ايه؟ لئام. ده كلام موسى. لكن العبد الصالح جازاهم بما يستحقون، لانه ببناء الجدار ما دام قم لئام، لو ترك الجدار لينهار وظهر الكنز تحته وهم لؤمه كانوا خدوا الكنز ولا لا؟ يبقى لما بنى الجدار عرف يربيهم ولا ما عرفش؟ عرف يربي، يبقى عمل فيهم فصل ولا قدم لهم مروءه؟ عمل فيهم فصل. وبعد ذلك اراد الله ان يشرح لنا ان الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينه، فاراد ربك ان يبلغ ويستخرج كنزهما، يعني استخراج الكنز مقارن ببلوغ الايه. طب ازاي بقى تيجي ازاي دي؟ يبقى العبد الصالح بناه بناية بحيث لما يبلغوا اشدهم يقع، ما هو معناها كده. قال لك يبقى بناها بناء موقوت زي ما يزبط المنبه، شاف الاولاد كده سنهم كذا سنة، يبقى نبنيه بناية تقضيها كم سنة، ولما يمضى عليها كم سنة دي طب قول لي دي تتعمل ازاي؟ واحد يوقت المباني كده بحيث يمر عليها كذا سنة، فاذا بلغ الاولاد اشدهم يفتكروا الاولاد ايه الجدار، الجدار مهدود، هم بلغوا اشدهم يوم يستخلوا كنزهم ولا لا؟ يبقى اذا وبعد ذلك جاء لنا بالحيسية وكان ابوهما صالحا،
فكأن الصلاح عمل ايه؟ عمل العملية دي، ان يجي العبد الصالح ويجي موسى وبعد ذلك اللئام يقولوا لا من اكلكمش، وبعدين ينفعل نفسهم فيعملوا فيهم ويبنوا مسألة موقوتة كده، اتعمل كده دي. وكان ابوهما ايه؟ وكان ابوهما صالحا. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اللي مش عايز يقربوا بالتي هي احسن يبقى ايه؟ يبقى يبعد عنه. ولحتى لا يتحرز الناس من رعاية مال اليتيم قال من كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا. وكلمة فليأكل بالمعروف يعني ما ينكسش منه، بس يدفع الجوع بس، مفهوم؟ من كان وان كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ما جابش سيرة ما جابش فليعش. نعم. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ولذلك احنا قلنا ان ان اليتم لسه العقل ما نضجش، وافرض ان العقل الولد كبير انما عنده سفة برضه يبقى زي بهذا اللي يعني اللي ما يقدرش على الايه على طرف. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في ادائه البياني يؤدي باللفظ الموحي بالمعاني الواسعة، يقول ايه؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالهم ولا اموالكم، الآية أموالكم، طب وهي أموالكم ده أموالهم؟ قال لك لا، لأنه مدام سفيه ملكيته غير محترمة لأنه يبددها، ومدام نشوف سفيه يبقى المال اللي عنده يعتبره مين؟ ثم مال. لكن بقى لما يجي في الناحية التانية ده في ناحية الأخذ يقول ده مالكم لازم تحافظوا عليه انتم خلاص. وبعدين لما أنستوا فإذا أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ايش هذا؟ دي اموالكم ودي اموالهم، دي مسألة يعني اداء قرآني عجيب علشان يشجع الناس انها ما تسيبش السفيه يقعد يتصرف في ماله ويضيعه، ما يتصرف في ماله ويضيعه تبقى دي خسارة للمجتمع كله. يقول لك لا ده مالك، مدام هو سفيه يبقى المال مالك، خده على انه مالك، ومدام اعطاك المال على انه مالك فستكون ايه؟ امينا عليه امانتك على ايه؟ فاذا لما يجي الرشد بقى نقول له لا خلاص باش مالك بقى دلوقتي فادفعوا اليهم ايه؟ اموالهم. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. طب ده اذا كان له مال، طب اذا كان له مال بيوصينا بيه، طب لما يبقاش له مال بقى ده بقت الوصية اوعى، لان ده اللي له مال بيوصينا بيه، يبقى اللي ما عندوش مال يبقى ايه؟ ولذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، لان ده ملوش ايه؟ ملوش مال. وبعد ذلك قال اللي يمسح على رأسه على رأس اليتيم يمسح لا يمسحها الا لله. خدوا بالكم بيمسح على رأس اليتيم عشان ايه؟ لمين؟ لانه ما يمكن اليتيم ده مثلا لام كويسه ولا مش عارف ايه وعمال بيتحنن للواد، هنقول له لا مش لله، هو لازم تمسحها لمين؟ لله. نعم. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، الا كان يقول بالحسن بس، قال لك لا بالغ انت، هات ان كان في طريقه كده هات طريقه احسن شويه حتى يبلغ اشده. ساعة ما يبلغ أشده انتهت المسألة. ليه؟ لأن احنا قلنا بلوغ الأشد أن تصبح للإنسان ذاتية مستقلة، والمعيار في الذاتية المستقلة ايه؟ المعيار في الذاتية المستقلة أن يكون قد أصبح قادرا على إنجاب مثله. ما دام قدر على انجاب مثله يبقى نضج بقى ولا لا؟ الثمرة بقى لما تنضج، ما يعني تنضج يعني ايه؟ يعني البذرة اللي فيه صالحة، ان خدت البذرة وزرعتها تطلع شجرة تبقى دي ايه؟ ناضجة. يبقى ال- 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 الاشد ان الانسان يبقى قادر على انجاب مثل اللي احنا بنسميها البلوغ، اللي بنسميها ايه؟ تبقى دي الاكتمال، وبقت له ذاتية. وما دام له ذاتية انه يجيب مثله يبقى له ذاتية في الايه؟ في التصرفات الاخرى.
وايه يعني حكايه انه يبلغ كده يبقى له ذاتيه؟ قال لك لانه لما ينجب بقى مثله بتاع يبقى ان كان يعني هو في نفسه يعني مش يبقى علشان خاطر مين؟ عشان خاطر امتداد الذريه. الثمره لما تنضج، احنا عندنا ثمره لا تحلو، يعني طعمها ما يبقاش حلو الا اذا ايه؟ اذا نضجت. ان قطعتها قبل البذره بتاعتها ما تستويش وتجيب شجره تانيه تلاقيها ايه؟ ملهاش طعم. بلك لو انها اخذت طعما مستساغا او حلوا قبل ان تنضج البذره كنا ما خلناهاش تستنى لما بذرتها تستوي. انما اقول لك مش هحلها لك الا لما بذرتها تستوي عشان بقاء النوع. تيجي البذره تقع تقوم طالعه مش عارف. حتى انك في الثمره الناضجه ان لم تقطفها انت وقعت لك على الارض. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا الكيل والميزان بالقسط. الكيل دي معايير لما يكال حجما، والموازين لما يكال كثافة لما يقدر كثافة، لأن الشيء يبقى له حجم ويبقى له إيه؟ كثافة. الحجم يعني ياخد حيز ايه كبير، وقد ياخذ حيزا كبيرا ايه والكثافه بتاعته قليله. انت لما تجيب مثلا رطل قطن وتحلبه ياخد حجم قد ايه؟ ياخد حجم قد كده، حته حديده قد كده تبقى قد كده. يبقى فيه بقى معيار للحجم ومعيار لمين؟ للكثافه. معيار الحجم كيلا، معيار الكثافه الوزن. يبقى دول المعايير. طيب على الاول في حاجه ثانيه غير دي؟ اما لك كل شيء بعد ذلك من التقديرات العادله محمول على ذلك. طب بقيس قماش لا هي بالميزان ولا هي بالايه؟ يبقى بالمتر. يبقى كل ميزان بايه؟ بحسبه. واذا اردت الموزون ما دام بالقسط، والقسط هو العدل، مساله صعبه جدا تحقيقها. ليه؟ ولذلك تختلف الموازين باختلاف نفاسة الأشياء. لما بنكون بقى بنوزن فول ولا بنوزن عدس ولا بنوزن ذرة ولا بنوزن بطاطس ولا قلقاس، بنوزنه على العدة الايه؟ الكبيرة دي، لأنها لما تفرق كيلو اتنين كيلو اربعة كيلو مسألة يعني. ولما نكون عايزين نوزن حاجة اسمن شوية تمر ولا مش عارف ايه وبتاع، نقوم نجيب الميزان اللي طب عايزين نوزن بقى ذهب، لان هفة الميزان دي تاخد من الذهب ايه؟ تاخد كتير. طب عايزين نوزن حاجة اغلى من الذهب، ام قال لك ده دي عايزة بقى موازين من الدقيقة قوي، ولذلك يجب ان تمنعها من تأثير الجو عليها. ولذلك يعمل الميزان في ايه؟ في صندوق ازاز، علشان وانت بتوزن كده الهبة تريح، ان جت ناحية السنجي تتقل، ان جت ناحية المش عارف ايه، يوم يعمل ميزان ايه؟ ميزان اسمه ميزان حساس. طب وان كان بيوزن بقى مسائل كيماوية، ده عايزة بقى ميزان بالذرة بقى دي. يبقى اذا كل موزون يأخذه ايه؟ درجة ميزانه بيقدر ايه؟ نفسته. لان تحقيق العدالة في الميزان دي مسألة ايه؟ مسألة صعبة. نقوم نقول له وبرضه في الكيل. ولذلك لما يجي واحد مثلا يكيل كيل وبده يعني كده يقوم يمسك كلا كده ويهزيه، الهزة دي انت خد لها ايه؟ لكمية. وان كان عايزها كده ياخدها مع الرشي مش كده ولا لا؟ وان كان عايزها ياخدها ويسند بيده كده علشان مش عارف الهقل بتاع الله. مسألة مش فإن أراد الدقة. ولذلك ربنا بيقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس وإذا كالوهم أو وزنوهم. طيب لما يكتال يستوفي يطفف، لما هو يعوز بالكيل يطفف، يعني معقولة يطفف دي يعني يزود، إنما لما يجي يخسر طب يبقى التطفيف ما ينفعش التطفيف. وإذا كالوهم أو الذين إذا اكتالوا على الناس وإذا كالوهم أو وزنوهم. طيب لما يكتال يستوفي يطفف،
لما هو يعوز بالكيل يطفف، يعني معقولة يطفف دي يعني يزود، انما لما يجي يخسر طب يبقى التطفيف ما ينفعش التطفيف. واذا كالوهم او وزنوهم ايه يخسرون يعني يقلل، طب التطفيف ما ينفعش هنا، ده التطفيف ينفع في لما ايه اذا اكتالوا. انا بكيل لنفسي اذا اكتالوا على الناس، انما انا اذا كال لامر انا عايز ابيعه ابقى انقص. تقول له ديك هتوافق التطفيف، لان معنى التطفيف ايه؟ طف الصاع يعني ايه؟ اما قال لك خد بالك ده اللي بيتكلم ربنا، اصل المبادلات بين اتنين خلاص. انت اذا اردت ان انا عايز حاجة تتكيل اكيلها يعني هطفف، يبقى بزود اللي حاخده خلاص. طب واذا كنت انا اللي هبيع بالكيل انا اقصه عشان اطفف التمن، يبقى يطفف هنا يطفف هنا، يبقى المطففين نفع هنا وهنا ولا لا؟ يبقى نفع هنا وهنا. ويل للمطففين، لذلك بعض الناس سطحيين يقول لك ايه ربنا بيقول ويل للمطففين، والتطفيف ده في مساله الزياده، انما في النقص نقول له لا، ما هو ده النقص ده هيزود الايه البديل الاخر، لان كل صفقه بين اثنين فيها بيع وشراء من الاثنين. ما هو انت زي ما بتروح تشتري رز هو بيشتري منك فلوس، بس انت تاخد الشراء والبيع المحتاج له ايه؟ انا واحد عايز فلوس، واحد عايز سلعه، اللي عايز سلعه يبقى بيشتريه، واللي عايز فلوس يبقى دي تنفع شراء ودي. ولذلك ايه وشروه بثمن بخس، شروه يعني ايه باعوه، لان ما دام تبادل يبقى ده ثمن وده ثمن، بس انا محتاج ليه؟ ان كان عندي كمبيالها وعايز اسددها ومش عارف ايه هقوم بدي اعمل ايه؟ عايز ابيع، يبقى الثمن هو اللي ايه انا بشتري الثمن بالبضاعة بتاعتي. طب واذا كان عايز انكسي يبقى اذا كل واحد منهم مشري وايه ومباع، بس الحاجة الايه طب شوف بقى دقة الاداء عشان تعرف انه من ربنا. واوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل، قال لك دي امر متعذر، فجاب بعدها الوحيدة اللي جاب بعدها لا نكلف نفسا الا وسعها، يعني احتاط على قد ايه، لانك انت ما تقدرش تتحكم في هبة الهوى اللي تيجي على السنجة، ما تقدرش تتحكم فيها ممكن. ولا بقى ان كنت عايز بقى بالعدل هتقعد توزن لك في الوزن قد ايه بقى وتشيل حباية، حباية اللي هي واحدة اللي بتنزل تشيل حباية، ودي مسألة بالشغلان. فقال لك لا، خد اعمل بالايه بالوسع، لا يكلفه ايه لا تكلفه نفس الا لا نكلف نفسا الا وسعها. والى لقاء اخر ان شاء الله.